وجدت لاعب وافيرون حلوه التمريره بتاعتها كانت طويله وياخذها بفانيلسون. فانيلسون وخروج ايالا كلاوديو لوبيز. كلاوديو لوبيز يوزع وراك تمريره مخطئه. اورتيغا يحضر للتصويب. اورتيغا لليمين الى كريسبو بالتوزيع وديدا. كان بامكان اورتيغا ان يصيب في العمليه الاخيره. لو كان اورتيغا مكان كريسبو وكريسبو مكان اورتيغا لكانت هذه العمليه عندها نجاعه احسن وزن اخر ونجاعه اكثر. انا اعرف قوه التوزيعات اورتيغا. زانيتي فيرون سيميون تعود الكره الى سيميون عيالة محاولة مرور. هناك مخالفة لفئة المنتخب الأرجنتيني ولفئة أورتيغا. أورتيغا أصبح أكثر في وسط الميدان يعني لاعب وسط أكثر منه على الجناح اليمين. زانيتي زانيتي كلاوديو لوبيز بالجونزاليس لا فيران أورتيغا فيران إيفانيلسون. يتواصل اللعب بإشارة من الحكم كلاوديو لوبيز. سيميون وتمر الكرة كريسبو كريسبو وريفالدو ريفالدو ريفالدو ويتحصل على تباس ما أراده تحصل عليه. لاعب برشلونة اللي ربما مشكل من المشاكل الكبيرة أزحت له في برشلونة لأنه لويس فيجو راح إلى ريال مدريد. كان حوار كبير حتى مع المدرب فان جال في الموسم الماضي حول موقع ريفالدو في وسط الميدان وموقع لويس فيجو. لويس فيجو اللي أصبح أغلى لاعب الآن على مستوى البيع. وهجوم لصالح المنتخب الأرجنتيني لليمين إلى كريسبو. كريسبو يمر كريسبو كريسبو يمر والتغطية ولا وجود للمخالفة. النية نتاعو هي الحصول على ضربة جزاء لكن المخالفة غير موجودة واللاعب يتواصل. أورتيغا أورتيغا وضغط أرجنتيني في هذه الآونة. روك جونيور وحلوة الكرة في اتجاه فانيلسون قوية. 25 سنة فانيلسون. أليكس رونالدينيو و كلاوديو لوبيز وإخراج كرة مرة أخرى وروح رياضية كبيرة جدا عالية جدا. درس في الاستقامة الاستقامة والسلوك حتى يعني في الحالة هذه كان زميله يعني من نفس الفريق الزعناتي هو اللي أصيب لكن في كل اللقطات اللي شاهدناها حتى من الفريق المقابل كانت عنده فرصة سيكون تغيير يعني الأول بعد 38 دقيقة بيلفع مارسيلو بيلفع إذا بعد هذه الإصابة لزانيتي أشاهد في رقم 5 على الميدا هو الذي سيأخذ مكانه. الميدا يأخذ مكان زانيتي. هذا هو الميدا
ستة دقائق على نهاية الشوط الأول، والبرازيل دائما متقدم بنتيجة هدف مقابل صفر أمام الأرجنتين. ومعطيات جديدة خلال هذه الجولة السادسة إلى حد الآن. أنطونيو كارلوس، إذا تأكيد، إذا زانيتي يترك مكانه إلى الميدا، ومحاولة تمرير الكرة إلى دي روبرتو سانتيني قائد المنتخب الأرجنتيني، وافتكاك الكرة تعود إلى البرازيل إلى روبرتو كارلوس. حاليا روبرتو كارلوس يخرج كرة، وزير روبرتو، زير روبرتو قوية لكنها بعيدة. الخمس دقائق الأخيرة في هذا الشوط الأول، و المنتخب البرازيلي دائما متقدم. فيرون الميدا، الميدا مجددا، فيرون وانتشار طيب، انطلاق فامبيتا، فامبيتا يتقدم، فامبيتا فامبيتا هو كاد ان يضاعف النتيجه لصالح المنتخب البرازيلي. عمليه جميله جدا من فامبيتا، لعب كورينتاس وخروج موفق للحارس بونانو، فرصه كبيره. شفنا لاعب الوسط فامبيتا كيف اقتحم منطقه الدفاع الارجنتيني، مراوغه حلوه وتوزيعه غير صعبه، تعود مجددا رونالدينيو، وهنالك تسلل. We are turning back to the recorded soccer match of Brazil and Argentina. تمريرة غير موفقة. هناك ارتباك من حين إلى آخر نشاهده في المنتخب الأرجنتيني. روك جونيور أنطونيو كارلوس مخالفة لفائت المنتخب البرازيلي. إلى حد الآن أحسن شوط قامت به البرازيل منذ بداية البطولة، وأسوأ شوط قام به فيرون من معناها بداية البطولة. فيرون والمنتخب الأرجنتيني بصفة عامة، إذا فيرون معناها المردود نتاعه يكون معناها متوسط سينعكس على المردود الجماعي. نعرفوا قيمة فيرون نقطة معناها يعتبر من الثوابت للاعب الأرجنتيني. والنرفزة الواضحة من لوكسمبورغو اللي يطالب بهدف أخرى طبعا حتى يطمئن، لانه يكون طالب منه باش يستخدم الكره اكثر، واللاعب معناها نفذ معناها حركه بسرعه ويطلب منه باش يستخدم الكره في هذه الدقائق الاخيره. الثواني الاخيره من هذا الشوط الاول، والمنتخب البرازيلي دائما متفوق امام الارجنتين 1-0. وإيمرسون، وصوت ممتاز إيمرسون والبرازيل كفريق. وفامبيتا حلوة التمريرة، فامبيتا فامبيتا وتمر إلى أليكس وتعود الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح المنتخب البرازيلي. هدف جميل إثر عملية هجومية رائعة من المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي إذن يضيف الهدف الثاني بعد عملية هجومية، وأتمنى أن المخرج يعد لنا كل اللقطة من انطلاق الكرة من التمريرة الأولى من ولا هو الحق هو باش يفرح، لا هو الحق ولا هو الحق كان يقفز. أليكس صوب و فامبيتا كان موجود وأضاف الهدف الثاني. فامبيتا سحب الهدف الثاني في الدقيقة 45.
بامبيتا لاعب كورنتيان يضاعف النتيجة لصالح المنتخب البرازيلي. التفوق الواضح للبرازيل أمام الأرجنتين يغير كل الأشياء في هذه الجولة السادسة. يغير كل المعطيات. كل المعطيات وثم لمسة يد لكن الحكم يترك العملية. رد هجوم سريع والهدف يا الله بسرعة كبيرة. بسرعة كبيرة اللاعب الميدا في الدقيقة يعني 46 مثيرة. مباراة يعني مباراة مثيرة ومثيرة للغاية وغامضة في أهل الوقت. الميدا يدلل الفارق. قد يكون هذا الهدف أيضا منطلق جديد لهذه المباراة. الميدا اللي أخذ مكان زانيتي في الدقيقة 38 من الشوط الأول. ولاحظ جيدا التمريره رائعه من كريسبو. والميدا يذلل الفارق. قلة انتباه وقلة تمركز ونخاف اليقظه لان الفرحه كانت عارمه بالبرازيل ومعناها نساو المفيد الا وهو الاحتفاظ بهذه النتيجه. وفي هذه الاونه الحكم سيد جوستافو مانديز من الاوروغواي يعلن عن نهايه الشوط الاول بتفوق المنتخب البرازيلي على منتخب الارجنتين نتيجه هدفين مقابل هدف. اليكس افتتح النتيجه في الدقيقه 5 وفومبيتا اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 45 وفي الدقيقه 46 الميدا ذلل الفارق وانتهى هذا الشوط الاول هدفين مقابل هدف. والفرجه قائمه ومضمونه. وسيدتي وسادتي في الوطن قبلتم الكلمة فسخ المردود السيء الذي شهدناه خلال الخمس جولات الماضية. المنتخب الأرجنتيني إذن تشكيلته بونانو في حراسة المرمى، سانسيني، سامويل، أيالا، والميدا أخذ مكان زانيتي، غونزاليس، فيرون، دييغو سيموني، أورتيغا، كريسبو وكلاوديو لوبيز. بالنسبة للمنتخب البرازيلي ديدا روك جونيور، أنطونيو كارلوس، إيفانيلسون، فامبيتا، إمرسون، روبرتو كارلوس، أليكس، رونالدينو، ريفالدو وزي روبرتو. وانطلاق الشوط الثاني للكرة اللي فاتت المنتخب الأرجنتيني. فيران وكيف سيكون مردوده خلال هذا الشوط الثاني؟ أن دائما أليكس، رونالدينيو أراد أن يلعب الكرة مع أليكس لأنه ورينا أليكس الهداف والمهاجم في وضعية مدافع. ونلاحظ ما كنا أشرنا له في بداية اللقاء كابتن خالد حسني أنه ريفالدو اليوم يلعب أكثر مهاجم من لاعب وسط. معناه في حالة الهجوم البرازيل تلعب بثلاثة وفي بعض الحالات الأنها تلعب بأربع مهاجمين. صحيح لما يتقدم معاهم زيرو بيرتو. بعض اللاعبين يقومون بالحركات التسخيمية. يلا اتجاه بونانو